المحاضرة الخامسة للسنة الثانية في مادة التقنية الصيدلية. المحاضرات السابقة أخذنا Units Operation جديدة اللي هي Drying، وقلنا هي مهمة في عملية الـ Industrial Pharmacy وفي الـ Pharmacy Practice، يعني تعتبر The Last Stage في عملية الـ Manufacturing. أخذنا أنواع Dryer وقسمناهم according للـ Heat Transfer أو according للـ Materials اللي بنديروا لها عملية التجفيف. الـ Conductive Dryer أخذنا الـ Vacuum Dryer واخدينا الفاكيوم تامبلينج دراير، وبعدها بدينا في دراينج اوف درايرز اوف ديلوت سوليوشن اند سسبنشن. ولما يكون البرودكت ديلوت سوليوشن او سسبنشن مش ممكن ان ينجففه بالفلويدايزد بيد ولا بالفاكيوم دراير او بالتانل وتري دراير، فهنايا بيستعملوا جهاز المجفف اللي اسمه درام دراير. الدرام دراير كونسيست اوف درام، يتركب من الدرام 0.75 إلى 1.5 متر في الدايمتر متاعها، ومن 2 إلى 4 متر في اللينت، الطول متاعها من 2 إلى 4 متر. Heated interval usually by steam، بالستيم، and rotate on its longitudinal axis، بتدور حوالين longitudinal axis متاعها. الادفانتج متاع الدرام دراير operation بتاعها قبل عملية الادفانتج بتاعها كيف تشتغل. The liquid is spread to the surface بتاع الدرام، على محيط الدرام. تلاحظوا نقطة في المثلث هذا اللي هو الفيسل او البان اللي فيها السولوشن او السسبنشن اللي بندير لعملية دراينج. فلما بتلود الدرام على حوالين اللونجيتيودنال اكسس بتاعها مغمسة في داخل السولوشن هو، فبيركب على السطح بتاع الدرام. The liquid is applied to a surface and spread to a film as a film. This may be done in various ways. By the simplest way is the shown في الدايجرام where the drum dips into the feed pan، يعني مغمسة في الفيد بان اللي هو الحوض اللي فصله السولوشن او السسبنشن اللي بندير لعمليه دراينج. Drying rate is controlled by using a suitable speed of rotation. عمليه drying rate تتحكم في سرعه الروتيشن بتاع الجهاز، سرعه الروتيشن بتاع الجهاز هي بتتحكم لي في drying rate and drum temperature ودرجه حراره الدرام. اذا عاملين اثنين يؤثروا في عمليه drying rate هنايا، ان هي سرعه دوران الجهاز ودرجة حرارة الدرام. The product is scrubbed from the surface of a drum by means of knife، اللي هي موجودة النايف على اليسار في الرسمة. تلاحظوا إن في نايف، الجزء اللي صار لعملية تجفيف أو جف بالكامل بيصير له قشط بالنايف الموجود على جنب الجهاز. الادفانتج متاع درام دراير عبارة عن rapid drying، عملية التجفيف تكون سريعة. thin film spread over a large area يؤدي إلى rapid heat mass transfer، لأن الأريا كبيرة متاع الدرام، فبالتالي عملية الهيت ترانسفير والماس ترانسفير تكون أكثر، فبيكون عملية drying اللي هي أسرع rapid. الإكويبمنت إز كومباكت، مضغوطة، مضغوطة يعني مش واخدة حيز هلبة، قلنا حوالي من 0.75 إلى متر ونص، وطولها من 2 إلى 4 متر. ماتش ليس سبيس، هيتينج تايم إز شورت، عملية التايم اللي ياخد التجفيف قصير. درام كان بي انكلوزد إن فاكيوم جاكيت، إنيبل ذا تمبرتشر أوف دراينج تو بي ريديوسد. ذا برودكت إز أوبتيند، يصير له كشط فليكس، يخرج ك flakes زي قطع أو قشور. from which is convenient for many purposes، مناسب لعدة الاستعمالات. The disadvantage متاعها operation conditions are critical and it is necessary to impose careful control on feed rate. الفيلم تكنس مشكلة حتى هو اللي بيطلع. speed of rotation and temperature difference، كل ما تغيرت السبيد وكل ما تغيرت التمبرتشر بيتغير الدراينج ريت، فتعتبر ديس ادفانتج في الدرام دراير. الاستعمالات متاعها زي ما قلنا تستعمل السسبنشن والسولوشن، والسسبنشن والسولوشن اللي بنستعملوهم في عمليه دراينج هنايا زي الميلك برودكت، ستارش برودكت، الفيرس سولت اند سسبنشن اوف كاولين اور زنك اوكسايد. اذا استعمال الدرام دراير للدراينج للديليوت سسبنشن والامالشن.
النوع الثاني من الدراير للسسبنشن والامولشن او للسولوشن دايلوت سولوشن بصفه عامه اللي هو سبراي دراير. It provides a large surface area for heat and mass transfer. هذا يعتبر advantage. Provide large surface area for heat and mass transfer by atomizing the liquid to a small droplet. يعني بدير atomizing زي كأنه بيبخها أو يضخ ال liquid متاعنا على هيئة small droplet وبالتالي يصير عملية التجفيف متاعها. These are sprayed into a stream of hot air. بيبخ في stream of hot air so that each droplet dries to a solid particle. The drying chamber, الحجرة اللي بيصير فيها عملية drying, resemble the cyclone, شبيهة بالcyclone. Resemble a cyclone, ensure good circulation of air to facilitate heat and mass transfer. And the drying particles are separated by a centrifugal action. فيها centrifugal force يعني في centrifugal action زي ما خدنا في centrifugation خدنا ال centrifugal effect و centrifugal نتيجة الفورس centrifugal force شو بيصير للبرودكت إن هو يفصل ويصير لعملية drying وقلنا لح ننوه عليها في dryers وهنا هو المثال متاعها في spray dryer لأن في centrifugal action وبالتالي في عملية فصل وتجفيف في نفس الوقت. Particles are separated by centrifugal action. For large particles بتنفصل على small particles. هنا المثال عليها أو الجهاز صورته اللي هو بالشكل هو الأوتومايزد ليكويد هوني لوطة تلاحظوا إنه هو يبخ على قطرات دروبلت سمول دروبلت الليكويد فيد في اللون البيربل اللي هو البنفسجي في الأعلى والأنبوب الأنيولار بايبس والبان الموجودة في داخلها يصير عملية التجفيف والبادلز الموجود باللون البني. الاوتومايزرز هنا بيكونوا نوعين يا اما بيكون جت اوتومايزر ولا الروتاري اوتومايزر. الجت اوتومايزر الدروبلت سايز از لايك تو بي فاري اند ات از ايزلي بلوكد بالسهل ان هو يصير له بلوك بينما الروتاري اوتومايزر البخاخ اللي بيدور شو ان ذا فيجر اللي هو زي موجود في الرسمه عندنا الليكويد از فيد اون ا ديسك ويتش روتيت ات ا هاي سبيد. هنا الروتاري هنا الديسك اللي بيدور بسرعة عالية جدا حوالي 20,000 ريفولوشن بير مينت يعني حوالي 20,000 لفة في الدقيقة. فبالتالي شو بيصير السمول دروبلتس اللي السمول ليكويد دروبلتس هذه بيصير لها دراينج في السبيس الموجودة في داخل التشامبر هنا. The characteristics of the particle are controlled by droplets form. There are two types of atomizer, اللي هما jet و rotary atomizer. The advantage of spray dryer, the droplets are small, giving a large surface area. فبالتالي الهيت ترانسفير والماس ترانسفير بتكونوا large بيكونوا evaporation is rapid. بما أنه small particles بتعطي large surface area فعملية الهيت والماس ترانسفير بتكون كبيرة معناها الإيفابوريشن بيكون سريع. Most of the heat being used as a latent heat كل الحرارة أو معظم الحرارة المستعملة تعتبر كحرارة كامنة تستعمل في عملية الإيفابوريزيشن. The characteristic particles form gives the product a high bulk density and in turn وبالتالي ready solubility. Provides that a suitable atomizer is used, the powder will have a uniform and controllable particle size. بتكون البارتيكل سايز the same لأن السايز بتاع الاتومايزر متحكم فيها. The product is freely flow with almost spherical particles and is especially convenient for tablet manufacture. The labor cost is low. معناها التكلفة متاعها مش هلبة. الإكويبمنت is very bulk and expensive. لما يكون في large scale بتكون very bulk كبير جدا وبالتالي بيكون مكلف. Thermal efficiency is rather low since the air must still be hot enough when it leaves the dryer to avoid condensation of moisture. مفروض إن هو thermal efficiency تكون هي rather low فبالتالي شو بيصير للإير يقعد مفروض يكون hot enough يكون مازال ساخن بدرجة
لان لما بيطلع من المجفف من الدراير لما ليف الدراير يمنع انه هو يصير كوندنسيت للمويستشر. هذه رسمة أخرى لسبراي دراير بتوضح الجهاز بالكامل. دراي برودكت بينزل للريزرفار من الأسفل، الاير اوتلت نفس الشيء من الأنبوب البني من الأسفل، الهوت اير يدخل من الأعلى، والأوتومايزر اللي بيبخ لي الليكويد على هيئة دروبلتس في داخل التشامبر، هي اللي يسموها دراينج تشامبر في الأعلى، والليكويد فيد نفس الشيء في الأعلى. نفس الشيء رسمة أخرى لسبراي دراير توريك كيف الإكسوستد فان والفلتر باكس والأوتومايزر. النوع الآخر من الدراير اللي هو الفلاش دراير. This type of dryer is applicable only for the removal of the surface moisture. هذا النوع يعني مش بنقوله سيء، لكن هذا النوع يعتبر الاستعمالات متاعها محدودة. علاش؟ لأن بيديلنا ريموفل للمويشر الموجودة على السورفس متاع البارتيكلز فقط، يعني ما يتوغلش إلى داخل البارتيكلز وينحيل المويشر من داخلها، يعني فقط يقتصر شغله على ريموفل of the surface moisture from small size particle. The drying is carried out in a short time. عملية التجفيف تكون very short، اللي هو من حوالي من 10 إلى 30 ثانية. بنيومانيك فلاش دراير consists of a long duct، فيه أنبوب طويل، duct طويلة، وsuitable feeder، وفيه heater، وcyclone في داخله filter bags، وconveyor اللي يكون فيها solid from the gas and bowels to proper gas air باش تصير عملية التجفيف. فعملية التجفيف تحدث فقط على سطح البارتيكلز، وعملية التجفيف بتكون very very short اللي هي 10 إلى 30 ثانية، واستعمالاتها فقط محدودة إلى في بعض الأحيان لما نكونوا مضطرين لاستعمال الفلاش دراير. The Bunyumanic conveyor duct يعتبر الهارت سيستم بتاع السيستم، هو يعني النظام الفلاش دراير الهارت بتاعه اللي هو البنيوماتيك كونفيينج داكتس، اللي هو قلنا كونسيست اوف لونج داكت اللي هي عباره عن لونج داكت. هوت غاز از كونفيينج ميديوم فلوينج رابيدلي ويد ا فيلوسيتي اوف حوالي 25 متر في الثانيه، which granular free flowing solid material are dispersed. الفلاش دراير are ideal for processing of feed materials such as البودر والجلز والسلاري. السلاريز اللي هم الطين والجل والجرانيولز والفليكس، يستعمل هادو استعمالاته. This process the pasty or sticky material by block mixing of the wet feed with a portion of a dry product. Sticky material زي البيستس شن بتدير؟ تدير بلوك لعملية الميكسينج هنايا. Moreover, product separated is also achieved by using cyclone or a bag filter. وجود السايكلون والباج فلتر يمنع أو يدير separation للبرودكت اللي هي دستي. إذا أخذنا السبراي دراير، نعتبر السلايد الأخيرة، أخذنا سبراي دراير والفلاش دراير والفاكيوم دراير اللي يعتبروا عمليات التجفيف بالكوندكشن، والفلاش دراير قلنا استعمالاتها محدودة جدا، بينما سبراي دراير والدرم دراير يستعملوا للسسبنشن والإمولشنز والتجفيف للبرودكت لما يكون على هيئة دليوت سوليوشن أو سسبنشن، بينما الفلاش دراير يعتبر استعمالاتها فقط محدودة لأن عملية التجفيف تحدث فقط على السورفيس متاع البارتيكلز. الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو الفريز دراينج. الفريز دراينج بروحه يعتبر هو عملية تجفيف، لكن مش جهاز زي الأجهزة اللي كنا ناخده فيها. أخذنا الأجهزة اللي هي عن طريق الكوندكشن والكونفكشن، وأخذنا اللي هي دايركت وإندايركت، وأنواع الأجهزة اللي بتصير فيها عملية الدراينج للويت سوليد، والأجهزة اللي بتديرنا دراينج للسولوشن والسسبنشن. نجولي عملية التجفيف باي فريزنج اللي يسموها فريز دراينج. ليها
تسمية أخرى ده alternative title للسبليميشن. السبليميشن أو اللايفوليزيشن، لما يقول لك لايفوليزيشن أو السبليميشن معناها هي عملية تجفيف اللي شو بيصير فيها، يتحول المادة اللي نبغى نديرها عملية تجفيف مباشرة من الدراي سوليد إلى الغاز بدون المرور على مرحلة الليكويد. وهذه شو كنا ناخده فيها زمان في الفيزياء، كانت اسمها التسامي، اللي هي عملية السبليميشن يسموها، اللي هي تحول البرودكت تشينج دايركتلي فروم سوليد تو غاز دون المرور على مرحلة الليكويد، معناها الفريز دراينج اللي هي المصطلح الآخر لعملية التسامي اللي اسمها السبليميشن دراينج. is strict more accurate as it is descriptive of a mechanism of a drying, نوع من عمليات drying, whereas the former title is simply derived from the physical state of the material, اللي هو جاي من مشتق من physical state بتاع material اللي هي بصير لها sublimate. A sublimation drying consists simply of reducing the temperature and the pressure. تعتمد على شنو؟ اني ننقص في درجة حرارة والبريشر. فشن بيصير؟ يتحول مباشرة، بدل من اني نوصل لدرجة الغليان ويتحول لليكويد وبعدها يبدأ يتبخر، لا، اني ندير لفروزن، ننقص reducing the temperature والبريشر، وبالتالي يتحول من الصوليد الى الغاز مباشرة. reducing the temperature and pressure to a value below triple point. triple point اللي هي النقطة اللي يتلاقى فيها الليكويد وصوليد وغاز الثلاثة مع بعض. under this condition any heat transferred is used as a latent heat. اي حرارة تستعمل بعد ال latent point هي triple point تعتبر كحرارة كامنة. and the ice يصير لسبليمايز directly. التلج يتحول سبليمايز يتسامى مباشرة الى vapor state. The freeze drying process is simple but the practice متاعها is complicated. هي طريقة سهلة وبسيطة لكن عملية الممارسة متاعها a little bit complicated، فيها بعض الصعوبة. الفريز دراينج في الجهاز بالشكل هو اللي هو اللي يسموه فريز دراير، عبارة عن دور باب وفصلة بالداخل موجودة مجموعة من الشلفز وين بينحط البرودكت بهي، و دراينج تشامبر اللي بيكون فيها عملية التجفيف اللي هو يتحول للآيس كوندنسر. البرودكت نحوله ندير لعملية فريزينج لأن طلعت دولوطة في ريفريجيريتر في تلاجة. هنا علاش الغرض منها؟ باش تحول لي البرودكت إلى آيس. آيس بعد ما يتحول إلى الآيس في دراينج تشامبر اللي بيتحول فيها الآيس أو البرودكت من مرحلة التجمد إلى مرحلة الفيبر مباشرة. وبعد الايس كوندنسر تلاحظوا ان في فاكيوم بامب، وظيفه الفاكيوم بامب تدير لي ريديوس للبريشر، وفي دراينج تشامبر بتكون في درجه الحراره اللي احنا نحتاجوها باش يصير للبرودكت يصير له سبليمايز. الفريز دراينج از اولسو از ليفولايزيشن، الاسم بتاعها يسموه الاخر اللي هو عمليه الفريز دراينج ممكن ان هي يسموها لايفولايزيشن. واحيانا تجي في الامتحان يقول لك شنو هي لايفولايزيشن، هي نفسها الفريز دراينج. شنو البرنسبلز نتاعها؟ شنو الاسس اللي تصير بها الفريز دراينج؟ ان فريز دراينج الووتر از ريموفد فروم ذا فروزن ستيت باي سبليميشن، تتنحى الميه من الفروزن ستيت بعمليه التسامي. يعني دايركت تشينج of a water from solid into vapor without converting to liquid phase. هذا اللي قلناها في المرحلة الأولى، هذه النقطة رقم واحد. Freeze drying is a process، هي عملية used تستعمل لشني؟ لعملية التجفيف للماتيريالز اللي هي heat sensitive material اللي هي تتأثر بدرجة الحرارة، معناها يستعمل مهم هذا to dry extremely heat sensitive material. زي شني؟ زي عندنا البلود برودكت والبروتينز وبعض الفاكسينز والمايكرو اورجانيزمز، هذوما مواد اكستريملي هيت سنسيتيف، يعني بمجرد ما ارتفاع درجه الحراره شويه بسيط تفسد هذه البرودكتس، وكان عندي بروتينز ولا بلد برودكتس ولا مايكرو اورجانيزمز. فشنو بنديروا لهم؟ كيف تتم عمليه التجفيف نتاعهم بالفريز دراينج او الليفولايزيشن؟ it allows the drying without excessive damage، تسمح لي بعمليه التجفيف من غير ما يصير لهم دمج. المثال عليهم البروتين،
blood products and even microorganisms which retain a small but significant feasibility. In this process, في العملية العادية في حاجة تانية تصير initial liquid solution or suspension شن بيديروا له أول حاجة أول مرحلة يديروا له frozen يجمدوه بعد ما يديروا له frozen the pressure above the freezing state is reduced بعدها نبدأ ندير reduce لل pressure and the water removed by sublimation بعد ما نبدأ ندير release لل pressure نقصه نبدأ عملية إننا نحول product بالsublimation بالتسامي Thus, a liquid to a vapor transition takes place, but here stasis, يعني الحالات الثلاثة للمادة بيكونوا موجودات اللي هو liquid والsolid وبعدين solid والvapor معناها في المرحلة الأولى بنحولها من liquid إلى solid كيف by عملية freezing والمرحلة الثانية اللي هي sublimation شو بندير لها بنحولها من solid إلى vapor مباشرة معناها ثلاثة حالات للمادة موجودات liquid solid solid vapor دون المرور على مرحلة الليكويد مرة ثانية. The phase diagram of water system اللي هو موجود في الفيجر اللي قدامنا هذا بيوريني المراحل الثلاثة للمادة اللي هي solid في الحالة الصلبة والسائلة الليكويد في الوسط وفي الأخير الفيبر. وتلاحظوا في التقاطع متاعهم الثلاثة اللي يسموها الـ O points أو الـ triple points. هنا في الـ triple points هو طبعا الواي اكسس عبارة عن بريشر بالنيوتن بير متر سكوير ولوطة بتكون التمبريتشر فالتريبل بوينتس هنا النقطة هي بيكونوا فيها three states of الواتر لأن هذه رسمة الواتر سيستم الواتر سيستم is shown in the figure the diagram consists of three separated area represent the phase of water solid liquid and vapor والpoint O اللي هي يكونوا فيها three مع بعضهم في درجة حرارة معينة وبريشر معينة يكون three states of the material اللي هي O point أو يسموها triple point is the only point where all three faces can coexist and this is known as يسموها triple points في النقطة هي في بريشر معينة وتمبريتشر معين من الممكن أننا نحول السوليد إلى فيبر دون المرور على الليكويد by شني reducing the pressure تلاحظوا أن البريشر من النقطة A إلى الأسفل لتريبل بوينتس إنه هو ديكريزد وديكريزد مش بشوية بدايركتلي ديكريزد يعني كونستانتلي لكن بشكل عمودي واضح إنه هو ديكريزد بشكل كبير بينما من النقطة O اللي هي تريبل بوينتس إلى ال B تلاحظوا إنه بادي ديكريزد جراديولي تدريجيا فما مش بشكل مباشر على طول بشوية بشوية إلى أن يصل إلى النقطة B ليصبح فيها على هيئة ليكويد on heating at constant temperature the pressure ice will melt when the temperature raised to 0 degree centigrade لما نرفع درجة حرارة إلى درجة الصفر لأن احنا درنا له freezing ولا لا لما نرفع درجة الحرارة بشوية بشوية إلى أن تصل إلى الصفر مع التنقيص في البريشر at this constant temperature and the pressure it will then change to water يعني لو نبدأ نزيد والبريشر عادي بيولي مية لكن continuous heating would raise the temperature of the water لدرجة 100 درجة degree اللي هي درجة غليان الواتر if heat addition is continued but لكن عندنا reduce للبريشر the liquid water will be converted into water vapor at درجة حرارة 100 however solid ice بينما لما كان على هيئة solid is maintained at pressure below the triple point نقدر نخليه ننقص البريشر وممكن اننا نخليه أقل من التريبل بوينتس اللي هي موجودة فيها المادة على ثلاث حالاتها الووتر في ثلاث حالاتها الهيت في الحالة هذه شن بتدير للآيس تخليه يصير لسبليماي يعني بيتحول من آيس إلى فيبر على طول آيس will sublimate and pass directly to water vapor without passing into the liquid phase مع اللي حطوا كيف عملية السبليميشن بتصير يعني هم عبارة عن في الليفولايزيشن two phases بتصير أول حاجة عملية الفريزينج وبعدين عملية السبليميشن The sublimation and therefore drying can occur at a temperature below درجة degree centigrade 0 degree centigrade لأن شنو عملية لأن لو ركبنا زودنا
تمبرتشر اكثر شن بيصير؟ بيتحول لليكويد. فبالتالي بنشتغل على درجة الصفر هنايا، بنشتغل على درجة الصفر باش نحول السوليد الى فيبر دون ان يمر على الليكويد. بنشتغل في درجة الصفر بننقص البريشر وبالتالي يتحول يصير لسبليمات. This will only happen if the pressure is prevented from raising above the triple points. It may be thought that as the process takes place at a low temperature, the heat required to sublimate the ice will be small. قال لك عادة يعتقدوا ان هي البروسيس هذه العملية تاخذ لما يكون low temperature درجة حرارة واطية يعني below الصفر، الهيت ريكوايرد الحرارة اللي نحتاجوها باش يتحول من solid إلى vapor بتكون شوية، تكون small. وهو هذا واقع اصلا. الليميتيشنز شن هي؟ العيوب بتاع الفريز دراينج بروسيس طبعا ما هيش زي ما قلنا ان هي سهله في التيوري لكن ديفيكلت في البراكتس، في لما بنطبقوها صعبه. هذه ابسط حاجه. ففي مجموعه من الليميتيشنز اللي تعتبر ديس ادفانتج لعمليه الليفولايزيشنز اللي هي التاليه: ذا فريز دراينج اوف ذا برودكت ساتش از البلود بلازما، البلازما بتاع الدم، مع انها هي سيمبل في التيوري نظريا، although it's a symbol in theory but presents a number of practical problems، تواجهنا مشاكل معملية. أول حاجة the depression of the freezing point caused by the presence of dissolved solution solutes means that the solution must be cold below the normal freezing temperature. يعني يعني السائل مثلا البلود بلازما اللي بندير لعملية فريزنج بنوصله للفريزنج بوينت، لابد اننا بننقص ندير عملية الفريزنج تمبرتشر بتكون ماينس 10 الى ماينس 30. به في بعض المواد يصير لها ديجريدات، يعني لو ما كانتش السولوشن متاعها ووتر، لان الووتر بيصير لها فريزنج صح ولا بلو زيرو، لكن لو كانت ماده سولفنت السولوشن متاعها السوليوت يصير لها السوليوت اللي دايب في السولفنت اللي مكونين للسولوشن يصير لها ديجريدات دامج باي بلو ذيس تمبرتشر، فهذه تعتبر مشكله. معناها ديبريشن اوف ذا فريزنج بوينت كوزد ذا بريزنس اوف ذا سولفنت سوليوت في السولوشن must be called below normal freezing temperature، اقل من عمليه freezing temperature العاديه. هذه بالنسبه للبيور ووتر اللي هي ماينس 10 الى ماينس 30. Sublimation can only occur at the freezing surface، هذه مشكله ثانيه، and it is a slow process، العمليه هي بطيئه، حوالي 1 ملم thickness of the ice في كل ساعه، يعني تعتبر بطيئه جدا، يعني كل 1 مليمتر بيصير له سبليمايت في 1 اور معناها تاخذ تايم كونسيومينج. سو ذا سيرفيس اريا ماست ذيرفور بي انكريزد، فبالتالي نحتاج ان الماده اللي بندير لها سبليميشن او لوفلايزيشن فريز دراينج المفروض ان هي تكون السيرفيس بتاعها اكثر باش تكون اسرع، لانه قلنا كل ما تزيد السيرفيس اريا يزيد عمليه التجفيف. الليكويد تكنس الحاجة الثانية اللي هي التكنس متاع الليكويد نفسه prior to freezing be reduced in order to reduce the thickness، من قبل عملية ان ندير له الفريزنج لابد اننا ننقص من التكنس متاعها، نحاول اننا ننقص منه نديرها على هيئة الايس اللي هو التلج اللي بنديره، المادة اللي بنجمدها بندير لها فريزنج المفروض التكنس متاعها تكون على هيئة شرائح او اقل، لان كل ما كانت التكنس متاعها اكثر كل ما كانت عمليه سبليميشن اقل، فكل ما كانت التكنس متاعها ارق يعني نقصت التكنس متاع الايس كل ما كانت السبليميشن اعلى او اسرع. النقطه الرابعه اللي هي at low pressure large all volume of water vapor are reduced اللي هي must be removed to prevent the pressure raise above the triple point، اني بنقص البريشر فبنمنع انه هو يفوت التريبل بوينتس، لان لو فات بيتحول لي لليكويد وهذه مشكله. النقطه الخامسه the dried material often needed to be sterile، احيانا ان الماده نبوها sterile وهنايا مش ممكن اننا نضمن انه هو يبقى sterile زي ما مثلا في الفايلز والبلاد برودكت. فمشكله الليفولايزيشنز
إلا لابد معناها في الحالة هذه لازم يكون closed system. And this must also be prevented from regaining moisture prior to the final package. إننا لابد أن نضمن قبل عملية الباكجينج إننا ندير regain للmoisture قبلها. المراحل اللي يصير فيها freeze drying طبعا طويلة، أنتم مطالبين فقط بال زي ما نقولوا الهيدلاينز متاعها، لكن لازم تعرفوها شنو يصير في كل مرحلة. إذا الستيجز متاع الفريز دراينج تو بنذكرها عبارة عن 6 ستيجز اللي هي الفريزنج ستيج، تنقسم إلى الشيل فريزنج والسنترفيوغال إيفابوريشن فريزنج، المرحلة الثانية اللي هي الفاكيوم أبليكيشن ستيج، الثالثة سبليميشن ستيج، الرابعة البرايمري دراينج، الخامسة سيكندري دراينج، والمرحلة الأخيرة اللي هي الباكجينج. فبناخدوهم من باب المعرفة in general اللي هي الفريزنج ستيج نفس اللي كنا نقوله فيه بكري شوية، liquid material is frozen before the application of the vacuum to avoid the frotting، يمنع اللي هو يدير لنا الرغوة أو الفروتينج. And several methods are used to produce a large frozen surface اللي هي الشيل فريزنج. This is employed for a large volume زي such as the blood product. البوتن are rotated slowly، العبوة تبدأ تلف بطريقة بسيطة slowly and almost horizontally in a refrigerator bath في الثلاجة. الليكويد فريزن ان تين شيل، الافضل ان هو باش يكون اقل تكنس اراوند ذا انر سيرفيس اوف ذا بوتل. فريزنج از سلو اند لارج ايس كريستال فورمد ويتش از دروباك فور ذيس ميثود، يعتبر ديس ادفانتج. الستيج النقطه الثانيه في ستيج نمبر 1 اللي هي سنترفيوغال ايفابوريتنج فريزنج، ذيس بريفنت ذا فورمينج، تمنع ان هو يتكون فوم اللي هي بكري قلنا فروتينج. وين ا فاكيوم از ابلايد، the vacuum causing the boiling at room temperature اللي هي حوالي 20% من ال water is removed قبل عملية the freeze drying and there is no need of refrigeration، ما نحتاجش إلى التبريد هنا. زي شنو؟ زي في الأمبول are usually frozen in this way. الأمبولز اللي هم الحقن اللي نستعمل فيهم في عملية الحقن الأمبول. الفاكيوم ستيج الثانية في عملية الفريز دراينج اللي هي الفاكيوم أبليكيشن ستيج. The container and the frozen material must be connected to a vacuum، وريتها لكم من بكري في الصورة، في فاكيوم بعد عملية التجميد عملية الفروزن في فاكيوم سورس sufficient to drop the pressure. علاش وظيفة الفاكيوم هنا؟ يشفط الفاكيوم هو باش ينقص لي البريشر below triple point، لأننا اللي بندير عملية sublimation بتكون below triple point and removal of large volume of low pressure vapor formed during drying. نشيل المرحلة الثالثة بعد عملية الفروزن وبعد الفاكيوم ابليكيشن اللي هي السبليميشن، هنا اللي بيتحول فيها من السوليد إلى فيبور. الهيت اوف سبليميشن ماست بي سبلايد أندر ذيس كونديشن، في الحالة هذه الآيس سلولي سبليمايز، يبدأ بشوية بشوية، ومبكري قلنا 1 مليمتر في كل ساعة. ليف ذا بور سوليد ويتش ستيل كونتين حوالي 0.5% مويشر افتر برايمري دراينج. بعد هيجي البرايمري دراينج اللي هو التجفيف الاول، ان كان ريديوس ذا مويستشر كونتنت اوف ذا فريز دراينج سوليد الى 0.5% في المرحله هي. فردر ريدكشن كان بي افكتد باي سيكندري دراينج اللي هي المرحله اللي بعدها، لانهم مراحل ورا بعضهم، مش تتخيلوا انهم منفصلات ورا بعضهم يحدثوا، يصيروا ورا بعضهم بالتوالي. ذا ريموفال اوف ذا ريديوسد مويستشر ات ذا اند اوف ذا برايمري دراينج is performed by raising the temperature. هنا نبدو نرفع في temperature بشوية بشوية of the solid to as high as 50 إلى 60 درجة مئوية. بعد secondary drying خلاص تجي عملية الباكجينج. وattention must be paid. هنا بناخده في عين الاعتبار عملية الباكجينج. هنا لازم ننتبهوا لأن في بعض البرودكتس لابد أن هم يكونوا ستيرايل. Attention must be paid to packaging freeze drying product to ensure protection from moisture. The container should be closed without contact with the atmosphere.
وبعدين نشوف شن هي الادفانتج نتاع الفريز دراينج. قلنا الليميتيشن نتاعهم من بكري، هنا الادفانتج نتاعهم ان هي دراينج تيكس بليس ات فيري لو تمبرتشر، فهذه ميزه لميني للمواد اللي هي تتاثر بدرجه الحراره. سو الكيميكال ديكومبوزيشن والبارتيكولر هيدروليسيس از مينيمايزد في الحاله هذه. الحاله الثانيه ذا سولوشن از فروزن اوكيبايد وذ ذا سيم فوليوم از ذا اوريجينال سولوشن، نفس الحجم ذا سيم فوليوم. Thus the product is light and porous، بيكون خفيف. The porous form of the product gives readily solubility. النقطة اللي بعدها there is no concentration of a solute prior to drying، hence the salt في الحالة هذه don't concentrated and denaturated proteins as occur with other drying methods. النقطة الأخيرة اللي هي as the process takes place under high vacuum there is a little contact with air وبالتالي الأكسيديشن is minimized. الديسادفانتج there are two main disadvantages الأساسيات اللي هي البورس readily solubility and complete dryness yields a very hygroscopic product، معناها hygroscopic يعناها محب للرطوبة يمتص الرطوبة. Unless product are dried in their final container and sealed in a suit بطريقة مناسبة، باكينج required special condition، عملية التعبئة بتحتاج إلى ظروف معينة. The process is very slow and used complicated blend which is very expensive، مكلفة. It is not a general method of drying but limited to certain type of valuable products اللي قلنا بكري زي البروتينز و البلود برودكت. The use of freeze drying, the method is used to include the biological products, the antibiotics, blood products, the vaccines, the enzymes, the microbiological cultures. هذوما كلهم عملية التجفيف متاعهم تستعمل الـ freeze drying. نجو للسلايد الأخيرة اليوم اللي هي الـ factor affecting drying rate. شن هي العوامل اللي تأثر في الدراينج هيت من المدرسناها اليوم في الدراينج اليونيتس اوبريشن اللي خذيناها. في عوامل تأثر في عملية الدراينج ريت، معدل التجفيف اللي هو الزمن، كل ما زاد الزمن زادت عملية الدراينج ريت، إذا التايم رقم واحد. رقم اثنين التمبريتشر، كل ما ارتفعت التمبريتشر شن بيصير؟ يزيد الدراينج ريت، إذا التمبريتشر التايم والتمبريتشر. الحاجة اللي بعدها ريليتيف هيوميديتي اوف ذا دراينج اير، لما تكون في رطوبة عالية شنو هل عملية التجفيف تكون سهلة؟ لا تكون أصعب. علاش؟ لأن في رطوبة في ممكن تمتص بالمادة. الاير فيلوسيتي سرعة الهواء، كل ما كانت أسرع عملية الدراينج بتكون أكثر. البريشر اوف ذا اير إن ذا انلت، عملية دخول الهواء من الانلت البريشر بتاعها هل هو خش بقوة وإلا بشوية سلو بريشر لو بريشر، هذه نفس الشيء بتأثر. كل ما ارتفعت درجة الحرارة ونقصنا البريشر يزيد عملية الدراينج ريت. نفس الشيء الهيت والماس ترانسفير، كل ما زادت الماس والهيت ترانسفير تزيد عملية الدراينج ريت، يعني تناسب طردي. آخر حاجة اللي هي الاريا اكسبوزد اوف دراينج ميديا، كل ما كانت الاريا أوسع كل ما كان معدل التجفيف أسرع، يعني كل ما كانت الاريا سمول كل ما كان معدل التجفيف أقل، فبالتالي احنا ننقص التكنس ونزيد السيرفيس اريا باش يسرع من عملية الدراينج. وبهيك نكونوا كملنا اليونتس اوبريشن اللي هو دراينج، ونفس الشيء زي ما كل محاضرة نقولوا الريفرنس اللي استعملناهم اللي هو توتوريال فارماسي كوبر اند جان، ذا ساينس اوف دوسج فورم ديزاين باي اولتون، والفارماسيوتيكال انجينيرينج البوك الثالث.